بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، اليوم نتطرق لصناعة حامل السر. كما ترون هنا قد قمت ببعض التلحين لعدم إطالة الفيديو أكثر من اللازم، وكذلك بعض الأسئلة التي لديها التعليقات بالفيديوهات السابقة، يعني فوائد التصنيع، كيف كاين بعض المشاهدين يقول لك ارسل لي مخطط الآلة، ارسل لي القياسات، ارسل لي المحركات. يعني في الفيديو السابق تكلمت عن قدرة المحركات وعن سرعة المحركات، وبالنسبة للقياسات الآلة، يعني كل آلة وكل عامل، يعني القياسات مش إجبارية، يعني لازم القياسات اللي أنا نعملها أنت تعملها، لا قياسات يعني كل واحد وقياسات، يعني أنا أخذ قياسات ممكن واحد آخر يأخذ قياسات، المشكلة مش في القياسات، يعني القياسات كل واحد يخدم القياسات على حسب حجم المحركات وعلى حسب وزن الآلة. يعني إذا كانت المحركات إذا كانت آلة يدوية، يعني ما شاء الله مش راح تكون وزنها كثير قليلا، يعني إذا كانت الآلة نسبة يدوية يدوية يعني راح تكون ثقيلة وثقيلة جدا. لذا الحديد الذي نستعمله في الآلة اليدوية يكون يعني مش ثقيل جدا. أما بالنسبة للآلة النسبة أوتوماتيكية والأوتوماتيكية يجب أن يكون حديد جودة عالية، يعني مش جودة عالية، يعني يكون السلك تاعو سميك على الآلة اليدوية. بالنسبة للقياسات، يعني بعض المشاهدين تعليقات أريد قياسات، أريد مخطط للآلة، يعني هذا ماهوش مشكل في الآلة، المشكل في الآلة أنه العمل، يعني كيف تصنع آلة تعمل، يعني المخطط. انك كل واحد كيفاش يصنع الآلة، يعني المخطط اللي انا نصنعه وواحد اخر يصنعه، يعني نفس الشيء، المخطط ماهوش المشكل، يعني المشكل في كيفية الصناعة، يعني المخطط انك تكبر الآلة او تصغر الآلة، المهم الآلة عندها مبدأ عمل، يعني تعمل بقدرتها. بالنسبة كذلك للقياسات، القياسات أنا بالكثير أعمل قياس على الآلة، يعني التي تستطيع عمل الشباك حتى 3 أمتار، يعني من متر، يعني من متر حتى 3 أمتار، يعني القياسات مختلفة، كل واحد واش يحب يخدم في السياج. لهذا أنا قلت القياسات ليست مهمة، القياسات ليست مهمة، يعني القياسات هو في الفيديوهات الآتية إن شاء الله حنتطرق إلى كيفية حساب القياسات، الزيادة، تكبير الآلة، التصغير، يعني كل هذا الشيء نتطرق إليه في فيديوهات لاحقة بإذن الله. المهم هو المهم الآن في الصناعة، يعني الإتقان. كيف الإتقان؟ يعني التقطيع بدقة، يعني تقطيع الحديد بدقة. كيف التقطيع بدقة؟ يعني الناس يسألوا كيفاش نقطعوا الحديد بدقة، يعني الحديد بدقة من شأن نستعملوا آلة كهربائية اللي عنده منشأة كهربائية، راح طبعا يكون عنده القطع الدقيق، واللي ليس لديه منشأة يعني يستعمل آلة القطع العادية، لكن بالقياسات، يعني بالقياس يقوم بقياس جيدا ثم يقطع، يعني يحصل على دقة جيدة. وكذلك بالنسبة لبعض المشاهدين يعني تكلموا أسئلة عن التصنيع، يعني التصنيع له فائدة كبيرة وكبيرة جدا، يعني التصنيع كيف التصنيع له فائدة؟ يعني التصنيع لو نأتي بحديد مثلا، هذا مثال يعني يعرفه بعض أو عمل الناس، يعني الحديد لو نقوم مثلا بقطعة
الحديد. الآلات اليدوية، الآلات اليدوية يعني عامة الناس
المحرك ذو أربع أحصنة على الآلة النصف أوتوماتيكية. كذلك بالنسبة للآلة النصف أوتوماتيكية يكون السرعة يعني من سرعة دوران يعني الأسوانة التي تقوم باسم الشفرات يعني دينا الفيديو نوضح قليلا يعني هذه الأسوانة التي تسمى الشفرات يعني السرعة في هذه الأسوانة يعني يكون من 250 إلى 300 دورة في الدقيقة. يعني بالنسبة للأسوانة هذه الأسوانة يعني هي مخرج، شوفوا مخرج هنا ومخرج هنا يعني ومدخل السرير يكون واحد هنا وواحد هنا يعني هذه اثنين مخرج. بالنسبة لبعض الأسئلة التي وردتني كذلك يعني حجم الأسوانة وما هو طول وقياسات الأسوانة، راح نشرح لكم كيفية حساب طول الأسوانة وقياسات الأسوانة بالدقة، ولدينا ليس لدينا قياس واحد الأسوانة يعني لدينا العديد من القياسات يعني حوالي 7 أو 8 قياسات يعني، والعام يعني عام القياسات يعني هذه هي يعني عام القياسات. راح نتطرق لكيفية القياس أسوانة عمل الشفرات. يعني بالطبع راح نستعمل آلة قياس يعني كما ترون القياس يعني القياس الخارجي يعني القياس الخارجي
السيف نقوم بالشق قليلا على عامل السيف ثم نكمل العلامة. الآن عامل السيف يجب أن عندما تكون الآلة في الشغل يعني تكون الآلة على تعمل يعني السيف ما لابد السيف أنه ما يعقلناش لا يعقلش كيف كيف نعمل الآلة يعني هذا عمل يعني عمل كما ترون يعني بسيط وبسيط جدا يعني بسيط يعني حديث قمنا ب بدف الحديد هنا والقياس يعني القياس هنا ترى يعني عامل الشبهات يعني قطع القياس حسب السلك الذي يتوفر لدينا في السوق يعني لدينا في السوق يعني في السوق الذي يتوفر لنا قياس 50 سنتيم في القياس يعني الداخل السلك رقم شو السلك يعني قسم الداخل يعني نخدم احنا لا بريبار يعني عامة السلك الذي يأتينا يعني يكون قياسه أقل من 50 يعني من 50 وأقل يعني الكبير جدا يكون 50 لذا هنا نقوم بصناعة الآلة يعني 45 يعني جميع السلك الذي يكون متوفر في السوق يعني المحلي أو المستورد راح يجينا في حامل السلك هذا. بالنسبة للدائرة هذه يعني الدائرة هذه راح تركب هنا من بعد وراح أكمل التلحيم عليها وأريكم كيفية العمل يعني تلتحم هنا ولكنها قابلة للإزالة. لماذا نعمل قابلة للإزالة؟ لكي نضع السلك في الحامل يعني ما نخرج الدائرة هذه نضع السلك ونركبها لأن السلك سوف يمشي على الحواف هذه الدائرة لكي يعني لو تركنا الحامل بدون دائرة يعني بدون هذه الدائرة يعني السلك راح يعلقنا في الآلة يعني يعلق ويشكل لنا يعني دوائر قصيرة يعني عقد وراح ينقطع السلك بالنسبة للآلة وراح يضعنا في مشكل يعني كل مرة نحل العقد لذا هذه الدائرة يعني تحل لنا هذا المشكل العقد. وكذلك هناك أنواع كثيرة بالنسبة لهذا الشائع فقط يعني الشائع وأنا شخصيا الذي جربت كثير من الحلول وهذا هو الحل الذي وجدته جيد يعني جيد جدا يعني حل جيد يعني جربت حوالي 7 حلول لحامل الشبكات لكن هذا هو الحل الذي نجحنا. كذلك بالنسبة لمسار السلك على الآلة كما قلت في السابق يعني مسار السلك على الآلة وهذا هو مسار السلك على الآلة يعني السلك راح يدخل من هنا يمشي على هذه الأجهزة ثم يدخل هنا ثم يمشي هنا نقوم في هذا حامل السلك يعني هذه يقوم ب أولا بتسريع السلك يعني السلك ما يخليش يأتي على دوائر يقوم باستقامة السلك وكذلك يقوم بالضغط على السلك لكي يكون سحبه يعني من طرف الآلة يعني بسهولة يكون يمنع يضغط على هذه العجلات يعني يضغط يعني يضغط نوعا ما على السلك وكذلك يستطيع أن
مشكل في الآلات يعني تعمل حتى تبقى مشكل يعني تسيب روحك حبست تماما يعني ما تقدرش تأغوصي في صناعة الآلة. لذا هناك مبدأ يعني في هذه صناعة الآلات يعني في حالة أصبت بالتعب يعني توقف عن العمل. توقف عن العمل وخذ استراحة يعني استراحة ليوم ليومين يعني وفي نفس الوقت يعني ترجع أفكارك يعني قادر. أنا صارت لي يعني شخصيا كلما يصادفني مشكل يعني نحبس العمل ونحبس العمل ونبدأ نشوف المشكل يعني أحيانا أضع كرسي يعني أقابل الآلة وأشخص يعني المشكل كيفاش ندير هكا يعني درت هكا ما صلحتش إذا عاود درت هكا ما صلحتش عاود. المهم ليزونسيال ما تفشلش هذا هو اللي يعني ما تفشلش. وكنت يعني أنايا في صناعة الآلة أول مرة يعني جربت حوالي سبع مرات يعني سبع مرات الآلة وصنع آلة وما نجحتش صنع حتى للسابعة ونجحت بإذن الله تعالى. واليوم الحمد لله يعني جميع المشاكل التي واجهتها في صناعة الآلات سواء اليدوية ولا نسبة أوتوماتيكية يعني وجدت لها حل يعني حل يعني. وكذلك هناك بعض الأفكار لتقليص مصاريف يعني هناك قطع يعني غالية جدا يعني بالنسبة لي أنا يعني صرت حل بما نشريش هذه القطع وقمت وختمته بنفسي يعني ختمته بنفسي ووفرت عليا تكلفة يعني كبيرة يعني بالنسبة لمعظم القطع التي في الآلة يعني لو أنت يعني تشيل كل قطعة يعني متركبة مش راح تسمع بالطبع أنت ركبت آلة مش تسمع الآلة. لكن حل المشاكل في صناعة قطع الآلة يعني صناعة الآلة ليس صناعة الهيكل يعني صناعة الهيكل هي بسيط جدا يعني في صناعة قطع الآلات يعني هذا هو المشكل اللي يصادف صناع الآلات يعني القطع يعني القطع أحيانا القطع تصنعهم بمبالغ كبيرة نوعا ما لذا يجب أن يكون المصروف المادي يعني يكون متوفر. أحيانا كذلك هناك يعني سلاطين أناجي يعني المدخول المادي ما يكونش بتشري القطع بتتم العمل يعني تتوقف يعني أنا توقفت في آلتي يعني لبضع شهور حوالي شهرين أو ثلاثة لا أذكر جيدا يعني توقفت بالنسبة للقطع يعني ما صرتش بنشري القطع. لذا نقول للأصحاب اللي لديهم مشاريع ويحوسوا جسدها في أرض الواقع أو بالنسبة للمبتدئين الذين يودون صناعة الآلات يعني ما يفشلوش وما يقدرش يقول ما عنديش مبالغ مالية وراح تكلفني وما نقدرش وهذه مشاكل يعني تقدر تنحل بسهولة يعني تقدر تنحل بسهولة. أما بالنسبة للمشاكل التي تكون صعبة نوعا ما هي مشاكل صنع قطع يعني صنع قطع يعني هي مشاكل بحد ذاتها لأنه كيف مشاكل لأن الهيكل الآلة يعني تستطيع يعني في يومين أو بالكثير يعني يومين بالكثير تستطيع إتمام الهيكل تماما. بالنسبة للمحركات يعني المحركات مش المات يعني مش المات المحركات أو بالنسبة للمخفضات السرعة يعني الموتور زي الدريتكتا يعني هذا مشكل مادي تقدر تقضي عليه يعني مشكل مادي مشكل أنا بالنسبة لي أنا مشكل يعني يكون صغير يعني مدى توفر المال بنحل هذا المشكل. أما بالنسبة للمشكل تاع القطع هو المشكل بحد ذاته يعني كيف يعني تصنع في الآلة وراح تلحق وين لازم القطعة تخدمها ذيك القطعة ما تروحش تشريها يعني ما تشريهاش لازم أنت تخدمها بنفسك يعني تخدمها بنفسك
يعني هذه صناعة دقيقة ودقيقة جدا، يعني المسافة اللي تكون هنا تكون هنا تكون هنا، يعني نفس المسافة بالمليمتر، ليس بالمليمتر ولكن يعني بالجزء من 10 مليمتر، يعني بالديزيان، يعني دقيقة ودقيقة جدا. إذا ما كانش دقيقة، يعني إذا ما كانش دقيقة، يعني ما شاء الله خرج لك الشباك بالطريقة التي تحبها. كذلك بالنسبة لل الأسوان عن الشباك ذات المحاجر، لأن تكون الدقة فيها أكثر من الآلة ذات المخرج واحد، لأن الدقة ذات المخرج واحد يعني تقدر يعني نغض النظر عن بعض الأمور التي نقوم في بالتدقيق عليها، ولكن بالنسبة للذات المخرجين يجب أن تكون دقيقة ودقيقة جدا. كذلك بعض المشاهدين تطرقوا لأنه بالنسبة
صناعة أسطوانة الشفر، يعني أنا قرأتها جيدا، يعني كنت وكنت محب لعملي، ولذا جاءتني فكرة لصناعة آلات. جربت آلات ونجحت فيها، يعني آلات يعني صغيرة جدا، يعني صغيرة نجحت فيها، يعني نجاح 100%، نجحت صناعة آلات يعني صغيرة جدا. وبالنسبة لصناعة الشبات يعني طرقت عليها شيئا فشيئا، يعني صنعت آلة يعني صغيرة، يعني الآلة أول مرة اللي صنعتها يعني صغيرة جدا، يعني مش راح تكون كبيرة بهذا الشكل ولا بهذا الشكل الذي تطرقنا عليه، ولكن صغيرة جدا، صغيرة ولكن حلت لي بعض المشاكل، يعني حلت المشاكل، يعني المشكل يعني ما نبداش مشروع يعني كبير وراح ممكن يكلفنا خسائر، نبدأ مشروع صغير يعني. مشروع صغير يعني عدة قليلة، وراح بإذن الله
الاستثمار الذين يعملون على مشاريع الآلات كاين من الأصدقاء في الجزائر يعني ولا في الدول المغربية يعني كاين أصدقاء اتصلوا بيا وتبادلنا الأفكار وهم ساعدوني وأنا اللي ساعدتهم يعني الحمد لله ما شاء الله وفي الأخير نبدو لمشاهدينا الكرام العفو على إطالة الفيديو كثيرا يعني طولنا كثيرا ولكن لا بأس لأن الشرح يستفاد ويستفاد المشاهدين الكرام والقناة يعني يستفاد المشاهد في مشاهدة القناة ونطلب من المشاهدين الكرام الاشتراك في القناة وتدعيمنا لأن قناتنا جديدة يعني جديدة يعني حوالي أسبوع يعني فقط وأحاول يعني قدر الإمكان أحل وأجيب على جميع الأسئلة التي وردتني في الفيسبوك يعني قبل فتح القناة يعني كاين بعض الأسئلة اللي جاوبتهم كاين اللي ما كانش وقت ما جاوبتهمش نطلبوا من الجميع يعني ما يزعفوش منا نجاوبوهم في فيديوهات لاحقة بإذن الله والسلام